عايزين نلقي الضوء على الخبر ده، خبر مهم جدا نلقي الضوء عليه. تنضم إلينا الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. دكتورة هانم، يا صباح الخيرات وسنة سعيدة عليك يا رب. أنا سعيدة على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. طيب احنا يعني الخبر ده مهم جدا، عايزين زي ما قلنا بداية من النهاردة 1 يناير بيتم تطبيق قائمة المحظورات لعام 2023، عايزين نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك عن هذه القائمة والمواد المحظورة. في الحقيقة قائمة المواد والوسائل المحظورة هي عبارة عن معيار دولي، الوكالة الدولية بتطبقه، بتبعت القائمة دي كل سنة، بتتجدد كل سنة وبتبعتها لنا احنا في بداية شهر 10 بداية اكتوبر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للوكالة الدولية في شهر سبتمبر من كل عام. تمام. احنا في شهر 10 لما بتوصلنا بنبعتها لجميع الاتحادات، ولازم نطمن انها وصلت لجميع الاتحادات وجميع الرياضات على مستوى مصر. وبنقول لهم فيها لو في اي جديد حصل، لان هي طبعا زي ما قلت لحضرتك بتجدد سنويا. تمام. بيبقى اللاعب مسؤولية كاملة عن نفسه من خلال المدربين والدكاترة، وطبعا هو الدكاترة أكتر ناس المفروض بتتعامل مع اللاعب، تبقى هي مسؤولة عن تطبيق قائمة المحظورات. تمام. طيب دكتورة، يعني البعض بيتساهل في الموضوع بتاع الخاص بالمكملات الغذائية تحديدا، عايزين نعرف المكملات الغذائية دي هل بتحتوي على مواد، المواد دي تم حظرها في القائمة الجديدة اللي هيتم تطبيقها النهارده؟ في الحقيقه المواد القائمه بتاعت المحظورات اما بتحتوي على الاسم العلمي اللي موجود في اي دواء او اي منتج او اي مكمل. الاسم العلمي. الاسم العلمي، فمش أيوه. بتحط اسم المكمل الغذائي. مشكلتنا احنا كناس كمسؤولين عن مكافحه المنشطات مع المكملات الغذائيه انها بتكون المنتج نفسه مش مذكور اسم الماده المحظوره على العبوه من بره. فاحنا دايما بنحذر، بنقول قبل ما تستخدم اي حاجه تاكد من مصدرها، دي رقم واحد. قبل ما تستخدم اي ادويه لازم ترجع لحد مسؤول، الطبيب بتاعك لازم تعرفه ان انت رياضي، وتبقى يا ريت تكون معاك قائمه المحظورات علشان توريها للطبيب. لو هو مش بيشتغل في مجال الرياضه فيا ريت تلجأوا لينا او اتعاون معاكم كمنظمه مصريه لمكافحه المنشطات علشان نقول لكم الدواء ده امن ممكن تستخدمه او لا. بس اعتقد يعني دكتوره ان هو اكيد، مش اعتقد، ان الدكتور المتخصص اللي موجود في الاتحاد هو اكيد عنده هذه القائمه وعنده المواد المحظوره، سواء بقى كانت في يعني في موجوده او داخله في اي من التركيبات سواء دوائيه او مكملات غذائيه. دي حقيقه، بس بيبقى هي قائمه المحظورات المشكله اللي فيها ان دايما بيقول على سبيل المثال وليس الحصر، يعني بيقول مثلا الهرمونات، المدرات البول، فبيقول القسم نفسه، ولكن اما بيجي يدي امثله بيذكر على سبيل المثال وليس الحصر كذا كذا، يعني الاسماء نفسها. يعني هنا في ديفيشن او في يعني نسبه من نسبه الخطا، يعني اللي هو القولان انا تفسيري كذا وانت تفسيرك كذا فندم، يعني في نسبه كده ان انا تفسيري للمواد، انا المواد دي مش مكتوبه فانا عشان كده اخدتها. إيه؟ لا، اللاعب مسؤول عن اي ماده تدخل جسمه وهو كاتب في قائمه المحظورات، واي ماده اي تاني ماده تانية ليها نفس التركيب الكيميائي. فعشان كده احنا دايما بنقول ان الاطباء لازم يبقوا مذاكرين قائمه المحظورات كويس. مش معنى ان طبيب يبقى هيبقى عارف التركيب الكيميائي. في نفس الوقت القائمة بتاعت السنة دي بتاعت 2023 ذكرت أكتر بعض الوسائل، المواد اللي ما كانتش مذكورة قبل كده، زي مادة اسمها ركتوبامين اللي احنا دايما كنا بنقول فيها عينات إيجابية كتيرة هنا في مصر نتيجة تواجدها في اللحوم أو في الكبدة. فالسنة دي أو كانت قبل كده اللاعب بيتحاسب عليها وبتطلع العينة بتاعته إيجابي وبيتوقف، السنة دي ذكروها بالاسم في قائمة المحظورات، ولكن قبل كده كانوا بيعتمدوا على انها ليها نفس التركيب الكيميائي بتاعه مواد تانية. طب انا اسف معلش يا دكتوره، يعني ما هو اللعيبه اكيد بتاكل لحمه بتاكل كبده يعني، والمواد دي موجوده في الاثنين. لا، ما انا عايز اقول لحضرتك علشان برضو الناس ما تقولش بقى احنا ما ناكلش كبده ما ناكلش لحمه، هي الفكره انها بتبقى الماده دي بالذات مش احنا عندنا هنا في مصر في
في يعني ليميتيشن او في حدود، ما حد مش مسموح بان الهرمونات تبقى بالهرمونه، بمعنى ان احنا عندنا اللحمه والكبده نظيفه يعني، هو ما بيسمحش باستخدامها هنا في مصر. المشكله لما بيكون في حاجه مستورده من بره، لكن احنا هنا في مصر عندنا ما فيش اي مشكله يعني. المشكله في الدول اللي بتسمح بحقن المواد دي، يعني في المكسيك مثلا، في امريكا بيسمحوا بحقن المواد دي، احنا هنا في مصر ما بنسمحش بيها. تمام. طيب دكتوره، السنه دي هيكون في العديد من البطولات اللي هي مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024. ايه اهم النصائح اللي حضرتك ممكن تنصحيها لابطالنا علشان يتجنبوا الوقوع في المحظور؟ رقم واحد ان اي كل لاعب قبل ما يستخدم اي حاجه او لو تعبان وهيروح لطبيب لازم يراجع في يعرفه ان هو رياضي. الروشتة اللي هي هتتكتب له لازم يراجع المواد اللي فيها، اذا كانت الادويه اللي فيها اذا كانت فيها مواد محظوره ولا لا، وده بيبقى عن طريق الدكتور او الطبيب بتاع الفرقه بتاعته، او عن طريق ان احنا هنا في المنظمه واحنا على طول في اللعيبه كتير بيتواصلوا معانا قبل ما بيستخدموا الحاجه. ثالث حاجه لازم كل لاعب يتوقع ان ممكن يتم ليه تحليل في اي وقت واي مكان بدون سابق انذار، لان احنا بتبقى الخطه بتاعتنا السنه دي هي كل سنه، ولكن قبل دايما الالعاب الاولمبيه بيبقى فيه تكثيف في حاجتين. بيبقى فيه بنكثف في المحاضرات التوعويه والتعليميه، وفي نفس الوقت بنكثف في عدد العينات اللي احنا بناخدها، لان ده برنامج للتيستنج الوكاله الدوليه لازم والاتحادات الدوليه لازم تطلبه مننا. فبكل لاعب يتوقع ان ممكن يتم ليه تحليل في اي وقت واي مكان بدون سابق انذار، سواء كان من المنظمه احنا عندنا او من الاتحادات الدوليه من بره. طيب برضو في يعني سؤال في نفس الاطار ده يا دكتوره، احيانا لو انا مثلا انا رياضي وتعبت ورحت خدت اي دواء، هل المواد دي قد تكون موجوده ضمن اي من الادويه اللي احنا بنخدها عادي، دواء كحه، انفلونزا، وات ايفر؟ دي في حقيقه وفعلا في حالات كتيره جدا، وفي الحاله دي احنا بنسمح له بانه يستخدم الدواء ده، ولكن بنعمل له حاجه اسمها ثيرابيوتيك يوز اكسامشن او شهاده عذر مرضي. بيكون لاعب مريض ومضطر ان هو يستخدم دواء في ماده محظوره، ساعتها بيتعاون يعني بيبعت لنا في المنظمه طبقا للمعيار الدولي للعذر استخراج شهاده العذر المرضي، فاحنا بنمنحه شهاده تسمح له باستخدام الدواء ده، بحيث لو استخدت منه عينه وطلعت العينه ايجابيه للماده دي مش بيتعاقب. احنا متعودين كمصريين ان احنا لما بنسخن ولا يعني عندنا تكسير في شويه ولا اي حاجه بنروح على طول للصيدليه، ما عندناش ثقافه ان احنا نروح للدكتور. كده حضرتك بتقولي ان كل الرياضيين اللي حتى لو تعب حبه يعني برد ما يروحش للصيدليه، يروح للدكتور ويجيب الروشتة ويقدمها كدليل او كاثبات ان هو لا قدر الله ان الماده دي ان هو الدواء اللي هو بيتعاطاه لو كان فيه هذه الماده فهو عنده بروف ان هو معيان بالعيه ده او مريض بالمرض ده وبياخد الدواء علشان العلاج. انا فاهم صح؟ لا هو انا هو يعني نسبه كبيره من كلام حضرتك صح. رقم واحد لو هو تعبان لا مش ما يروحش للصيدلي، طالما هو رياضي يبقى لازم يروح لدكتور متخصص، ما يروحش لاي حد يديله اي علاج. رقم دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا للرياضيين عشان دي ثقافه مش بس في الرياضيين، في مصر عموما يعني. صح كلام حضرتك مظبوط. والتاني حاجه اللي انا عايزه اوضحها بقى، الروشته اللي معايا دي مش دليل على انه او تسمح له ان هو يستخدم الدواء ده. لا، الروشته اللي معايا دي بالتقرير الطبي من عند الدكتور بيسمح لنا احنا نديله شهاده، هي دي الدليل اللي معايا. يعني مش الروشته، مش اي واحد هيجي لنا، لان ممكن اي واحد معلش يعني تطلع العينه بتاعته ايجابي ويعرف دكتور يجيب لنا روشته ويقول انا كنت تعبان. لكن في الحاله دي احنا الروشته دي بتتبعت لنا ويبقى في بروسيجر او خطوات معينه بنعملها معاه، بسرعه بنمنح له الشهاده اللي بتسمح له باستخدام الادويه اللي جوه الروشته. طيب خيرا يا دكتوره، طمنينا على ملف رفع الاثقال بعد انتهاء ازمه الايقاف بالنسبه لدوري في الايقاف اللي حصل في لعبه رفع الاثقال، عشان كان في ناس كانت لعيبه كانت بتاخد منشطات وهي مش عارفه ان هي منشطات فحصل الايقاف. انا عارف ان حضرتك كان ليكي دور مهم جدا في الموضوع ده، طمني لنا ايه اخر الاخبار؟ في الحقيقه القائمين على اللعبه في الاتحاد المصري لرفع الاثقال مجتهدين جدا وبيحاولوا ان هم
يمشوا على التراك المظبوط، ان هم بيتعاونوا دايما، احنا بنتعاون مع بعض في ان احنا بيمهدوا لنا دايما او بيدونا فرصه عشان نعمل برامج توعويه وتعليميه، ونقعد مع اللاعبين ونفهمهم ايه المسؤوليات اللي عليهم، ايه واجباتهم. تاني حاجه بيبعتوا لنا دايما المعسكرات بتاعتهم فين، الاماكن تواجدهم فين، او البطولات بتاعتهم، علشان يسمحوا لنا ان احنا نحلل لهم. وده بينجيهم شويه من ان الاتحاد الدولي لو هم هتحلل لهم وطلعت عينات ايجابيه تابعة للاتحاد الدولي، بيبقى ليها عدد معين بعدها الاتحاد ممكن يتوقف. فوزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي بيولي الملف ده اهتمام خاص، وبيتواصل دايما مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال. الاتحاد بيتواصل معانا، لأن الاتحاد الدولي واللجنة المستقلة اللي هي مسؤولة عن العقوبات بتاعة الاتحادات رفع الأثقال قالت لهم لازم تعملوا برنامج تعليمي وتوعوي على مدار سنتين جايين، واحنا نسقنا ده مع الاتحاد المصري هنا وبدأنا في الخطوات دي وماشيين كويس معاهم الحمد لله. طيب دكتورة هانم، اعتقد انتوا هتبدأوا بقى في الدوري المصري كرة القدم ان انتوا هتتواجدوا علشان تعملوا سحب للعينات عشان تكشفوا عن المنشطات، ده هيبدأ امتى ان شاء الله؟ فندم احنا مش هنبدا، احنا اوريدي شغالين، يعني احنا شغالين في سحب العينات من الدوري المصري ولكره القدم، ما بنتوقفش خالص، احنا شغالين فعلا حاليا، بس احنا مش بنعلن عشان نقول انا رايحه ماتش كذا، لان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنتواجد بصوره مفاجاه، بصوره دوريه، عينات عشوائيه كل نعم. بصوره يعني بنتواجد، لكن ما بنقولش مثلا احنا رايحين الماتش بكره، او احنا يا جماعه جايين لكم النهارده، لكن احنا متواجدين اوريدي مش لسه هنبدا. فبرنامج مكافحه المنشطات والتحاليل مستمره وهتستمر ان شاء الله، لان طيب. انا عايز اقول بس معلومه برضو ان احنا فضل. الرياضه في مصر هنا دلوقتي في حاجه اسمها تير 1 او ليفل 1، النادي المصري في تير 1 اللي هو ليفل 1، يعني مستوى الرياضه في مصر هنا عالي، ومستوى الكشف عن المنشطات او مكافحه المنشطات عالي. فدولتين بس. لا انا ما فهمتش معلش، يعني احنا عندنا في الدوري المصري ليفل 1، ليفل 1 في ايه؟ ليفل 1 في السبورت نفسها، الرياضه، ان احنا هنا الناس الرياضيين بتوعنا بيفوزوا بميداليات اولمبيه وميداليات على في البطولات العالم. دي البطولات اللي هي علاقه بالالعاب الفرديه او الاولمبيه، صح كده؟ كله يا فندم، سواء كانت العاب جماعيه او العاب فرديه. فاحنا هنا الرياضه عندنا في مصر بقت في تير 1. تاني حاجه برنامج مكافحه المنشطات برنامج فعال وقوي، فبيسمح ان الرياضه دي تبقى رياضه نظيفه خاليه من المنشطات. في عينات ايجابيه؟ طبعا في عينات ايجابيه، لان كل ما كان البرنامج بتاع مكافحه المنشطات قوي وبيتم بطريقه فعاله، فلازم طبعا نكتشف ان يكون في حالات ايجابيه. ولكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لما بتقيم ده لقت ان احنا في تير 1، دولتين بس في افريقيا اللي في تير 1 او ليفل 1 اللي هي مصر وجنوب افريقيا، ودي حاجة يعني مصر وجنوب افريقيا في تير 1 او ليفل 1 في أيوة. اكثر اللاعبين تعاطيا للمنشطات في النادي المصري بتاعنا في ليفل 1، بمعنى ان احنا عندنا برنامج مكافحة منشطات قوي وفعال. لا انا بتكلم على اللعيبه، هل في نسبه كبيره من اللعيبه بتتناول او بتتعاطى منشطات سواء يعرفوا او ما يعرفوش؟ كلمه تير 1، كلمه تير 1 او ليفل 1 مش معناها ان عدد عينات كبير، لا بالعكس. أوكي. معناها تمام. ان احنا عندنا برنامج مكافحه منشطات قوي، مش عدد تمام. العينات، لا عندنا عدد العينات على فكره مش كتير بالنسبه لبقيه الدول، ولكن عظيم. احنا عندنا برنامج مكافحه منشطات قوي، عشان كده احنا في ليفل 1، مش ليفل 1 ان احنا عندنا منشطات كتير فهمت. لا بالعكس. طب ده احنا كويس، ما عندناش عينات منشطات كتير وان احنا عندنا برنامج مكافحه منشطات قوي. طيب عايز اسال سؤال وعايز اختم بالسؤال ده، يعني بعد اذن حضرتك، الترامادول هل هيدخل ضمن قائمه المحظورات في المنشطات؟ انا نما الى علمي، وانا كان بالنسبه لي انا يعني مثار استغراب شديد جدا ان في لعيبه بتاخد ترامادول، ما اعرفش المعلومه صح ولا غلط، على اي حال انا ما اعرفش المعلومه، مش متاكد من مصدر المعلومه يعني، بس هل هيتم ادراج الترامادول في قائمه المحظورات كمنشط؟ دي حقيقه، اجتماع اللجنه التنفيذيه ولجنه الخبراء بتاعه قائمه المحظورات في 23 سبتمبر 2022 اقرت ان هي هتدخل عقار الترامادول من اول 1 يناير 2024،
بتدي السنه دي اللي هي 2023، لان هي طبعا القايمه بتصدر في اخر السنه وتدخل حيز التنفيذ في بدايه السنه اللي وراها. فثابت الفتره بتاعه 2023 علشان خاطر جميع الرياضات وجميع اللاعبين اللي متعودين ان هم يستخدموا ترامادول ان هم يوقفوا استعماله، لان بعد كده من 1 يناير 2024 مفيش اي تهاون هيحصل في اي عينه هيتلقى فيها ترامادول. ده طبقا لايه؟ ترامادول قبل كده كان في حاجه اسمها برنامج تحت الرصد، بمعنى ان اي عينه على مستوى العالم بتتحلل في المعامل بتاعه مكافحه المنشطات لقوا ان نسبه الترامادول بتبقى كبيره، ولكن ما كانش جوه القايمه فمش هيقدروا يحاسبوا اللاعب. لقوا اما لقوا ان العين انا اسف يعني في لعيبه بتاخد ترامادول فعلا، يعني انا بسمع ان في كتير بياخدوا عين بياخدوا ترامادول، لكن ما ينفعش كنا نقول انها ايجابي لان احنا مش موجود في قائمه المحظورات. يعني هو لا انا بتكلم طبعا يعني لعيبه بياخد ترامادول، حتى اصلا الجمله مش عايزه تمشي. لا ما انا بقول لحضرتك انا بسمع ده، ما نقدرش نقول بياخد ولا لا غير لما نعمل له تحليل ونلاقي فيه ترامادول. تمام. فلا زي ما حضرتك سامع ان في لعيبه كتيره بتستعمل ترامادول انا بسمع، ولكن لما بناخد العينه التحليل بيتم طبقا لقائمه المحظورات. القائمه بتاعت 2022 او 2023 لسه ما فيهاش الترامادول. فالمعمل مش بيدور على الترامادول. تمام. ما نقدرش نجزم بان اللاعبين كلهم بيستخدموا. اكيد اكيد. لكن من 1 يناير اي عينه هتتاخد هيدوروا فيها على الترامادول، وساعتها مش هيبقى فيه تهاون، هيبقى فيه ايقاف على طول. ده طبعا رساله للعيبه اللي بتاخد ترامادول، فيا ريت يعرفوا ان بدءا من 1/1/2024 اذا سمحتوا ما تاخدوش ترامادول. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هانم امير. من 1 يناير المفروض من اخر 23، لان ممكن يكون بيستعمله في اخر السنه ويجي ناخد منه العينه في 1 يناير نلاقيها ايجابي، فهو مش مسموح له ان هو يستعمل، يعني يعود نفسه ما يستخدموش من دلوقتي. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هانم امير المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات.